الفضائي يدعو إيران على النظر، ويقول أن إسرائيل إذا أجهزت على حزب الله فستجهز على دمشق وعلى بغداد ثم تتجه إلى إيران. ونتنياهو بالأمم المتحدة أخرج ما أسماهم بخارطة الشر. نعم. فلذلك هناك أصوات تدعو، ولكن لماذا تغير الموقف الإيراني؟ أنا وجهة نظري تغير الموقف الإيراني بالرد على إسرائيل بسبب الموقف الروسي الصيني. يعني عمليا إيران أرادت دعم من روسيا، روسيا أعلنت أنها سوف لن تتدخل ولكن تعطي تقنيات دفاعية أعطت لإيران على سبيل المثال، يعني سنساهم بدعم إيران ولكن لن نتدخل بهذا الصراع. روسيا منشغلة بأوكرانيا، الصين حتى هذه اللحظة هي تفكر بالتمدد الناعم أو ما يسميه جوزيف السوفت باور، يعني القوى الناعمة والتمدد التجاري، فهي ليست وعندها مشكلة مع اليابان ومحيط تايوان، فهي ليست ب يعني وضع يسمح لها أن تتدخل بالشرق الأوسط. فأدركت إيران بعد إعلان أمريكا أنها جاهزة للتدخل المعركة أن نتنياهو يجرها إلى فخ الحرب، فالحرب في منطقة الشرق الأوسط سوف لن تكون حرب شاملة بالمعنى الذي يطرحه الأمريكان، يعني شاملة أن تدخل المنظومة الغربية والشرقية وتتصارع بهذه المنطقة، ستترك إيران لحالها. لذلك حصل تغير مع قدوم بوزشكيان، مع الاختراقات الاستخبارية الكبيرة التي حدثت إسرائيل، مع مقتل رئيسي وهنية، هذا كلها أثرت باستراتيجية إيران، فلذلك اعتقدت أنه يجب التراجع أمام. وخطأ حزب الله أنه ربط الموقف يعني حتى نائب الرئيس الإيراني قيل أنه أبلغ رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي بأن إيران ستلاحق إسرائيل قضائيا حول مقتل حسن نصر الله، يعني بهذه العبارة ستلاحقه قضائيا، يعني لا تستطيع لبنان أن تلاحق إسرائيل قضائيا في هذه المسألة. يا سيد الكريم، إسرائيل قتلت 40,000 في غزة ولم تعترف لا بمجلس الأمن ولا بالمحكمة العدل الدولية، ولا إسرائيل تعترف بقضاء، تعترف بأمم المتحدة، تعترف بقرارات مجلس الأمن. لا، هذا التصريح يؤكد أنه إيران الآن اتجهت للمحافظة على وضعها الداخلي، ستكون أكثر عقلانية وبراغماتية، أليس كذلك؟ وهذا ما يريد العالم. ماذا يعني ماذا يريد دول المنطقة، ماذا تريد من إيران؟ لا شيء. يعني إيران دولة مهمة جدا بالمنطقة، ودولة محورية، ودولة يعني لديها تاريخ وحضور. أنا كنت أقرأ كتاب The Global Middle East، وهو كتاب يتحدث عن ثقافة الشرق الأوسط لآصف بن بيات الباحث الكبير، ويقول أن من أبرز مؤشرات الثقافة في منطقة الشرق الأوسط على مستوى الديني والسياسي والاجتماعي، من أبرز المؤثرات هي الدور الإيراني بالمنطقة. يعني إيران أثرت بالمنطقة تاريخيا على مستويات عدة، يعني فهي دولة ليست هامشية ولا يمكن أن يهمش دورها، يعني مع تغير النظام سواء كان نظاما جمهوريا إسلاميا أو ملكيا، إيران هي إيران. ولكن المشكلة حصلت أنه حصل نزاع بين داخل منظومة الدول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، هناك جدار من الطائفية بني، يعني حتى هذه اللحظة، يعني أنا أدخل إلى الإنترنت مثلاً إلى السوشيال ميديا وأجد الكثير مثلاً فرحون بما يحصل لحماس على سبيل المثال وما يحصل لحزب الله، هذا شيء جديد، هذا غير معهود. المسلمون جميعاً والعرب جميعاً كانوا يختلفون فيما بينهم، تمزقهم وتقسمهم الأفكار، ولكنهم لم يختلفوا على أن إسرائيل عدو في هذه المنطقة تستهدف شعوب المنطقة جميعا إلا في هذه اللحظة. وهذا بسبب الحقيقة الصدمات، يعني تراكم الصدمات التي حصلت في المنطقة، وكان لإيران دور بها، ولذلك بني جدار أنا أسميه جدار الطائفية في منطقة الشرق الأوسط. يعني انقسم المجتمع الإسلامي إلى طوائف، وبدت تتعسكر هذه الطوائف وتتحول تفكر بطريقة أحزاب، مع أنها مكونات اجتماعية موجودة وهي تكون بالنتيجة النسيج الإسلامي العام، يعني لا يوجد خلاف بين الفرق الإسلامية كلها. ثم ظهور أجسام الدول وشخصية الدولة، نحن عراقيون على سبيل المثال ليس لنا علاقة بأبناء الدول الأخرى، يعني هناك خصوصية وهوية لكل دولة
مفهوم توحيد الساحات الذي هذا هاي النقطة أريد أشرحها أستاذ سعد بعد إذنك. تفضل. كجزء من قراءتنا لما يحصل في لبنان، أنا أعتقد وقلت في الإعلام أن إيران ارتكبت خطأ استراتيجي بمفهوم توحيد الساحات، لأن مفهوم توحيد الساحات إذا لم يخلق حالة رجع لإسرائيل فسيصبح بأثر عكسي، وهذا بالضبط ما فعلته إسرائيل. يعني إسرائيل الآن لديها مبررات لاستهداف غزة، أكملت الاستهداف غزة ذهبت إلى لبنان، غدا ممكن أن تذهب إلى سوريا، قبل لبنان ذهبت إلى الضفة الغربية. فإذا توحيد الساحات، مفهوم توحيد الساحات الذي طرحته إيران خدم إسرائيل ولم يخدم الساحات.